بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل شيخ كامل، مشايخنا الأفاضل، الحضور كل من حسب مقامه ومكانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بادئ ببدء اسمحوا لي أن أعبر عن شكري وامتناني لهذه الوجوه الخيرة التي نرفع رؤوسنا بها دائما، وأفرح من أسمع من إخوانكم وأهلكم في بابل إشادتهم بهذا المضيف وأهله الكرام خلال الأيام الصعبة. الرجال تبين بالأيام الصعبة وتبين بالمحنة وتبين بالشدة. أسمع ليلة أمس من أخونا الشيخ عدنان ومن أخواننا في محافظة بابل في مدينة الحلة وغيرها من المناطق مدى الحس الوطني الذي عمل به أبناء عشيرة الجنابيين وهذا المضيف تحديداً خلال الفترة المنصرمة الماضية التي عانى منها العراقيين من تنظيم داعش الإرهابي، فكان هذا المكان هو مكان للوحدة الوطنية، مكان لدعم مؤسسات الدولة، على الرغم من حاول البعض تشويه صورة هذه العشيرة الكريمة المجاهدة التي قدمت التضحيات لأبناء العراق طيلة الفترات السابقة. نعم، قد يخطئ من أبنائنا في عشيرة الحلابسة وفي عشيرة الجميلة وفي بني أسد وفي كل العشائر، ولكن لا يعني أن العشائر الكريمة تتحمل مسؤولية أفرادها وأبنائها الذين يخطئون. دولة ومؤسساتها يخطئ من مواطنينها وأكو قانون يحاسب، ولكن لا يحسب هذا على عشيرة، ولا يحسب هذا على طائفة، ولا يحسب هذا على مكون، ولا يحسب على محافظة. البركة بيكم بإعادة اللحمة الوطنية، البركة بيكم بمواجهة التحديات القادمة. لولا وحدتكم ولولا وقوفكم لما تمكن إخوانكم بالمؤسسات الأمنية من طرد تنظيم داعش الإرهابي، لما تمكنت مؤسسات الدولة من إعادة يعني العمل مرة ثانية وإعادة بناء الدولة في ظل ظروف صعبة عانى منها العراق طيلة الفترة السابقة بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وأيضا انخفاض موارد الدولة. نعول عليكم ونعول على حكمتكم ونعول على عشائرنا الكريمة في إعادة الكلمة ورص الصفوف مرة أخرى. لا سبيل للعراقيين إلا أن يجتمعوا، لا سبيل لعشائرنا الكريمة إلا تجتمع. في كل عشيرة تلقى بيها من كل مكونات الشعب العراقي، من كل ألوان الشعب العراقي، وهي ميزة العشائر الكريمة أنه توحدنا وتجمعنا ويكون كلمتنا على حد سواء. أنا اليوم بالأنبارك وموجودين عشيرة الجنابين المقدرة المحترمة في بابل، في بغداد، في وسط وجنوب العراق وفي المحافظات الأخرى. يجمعهم اسم العشيرة قبل ما يجمعهم اسم المحافظة أو يجمعهم اسم المكون أو يجمعهم يعني اسم آخر. فهذه العشائر هي كانت ولا زالت وستبقى رصيدنا في مواجهة أي تفرقة، ورصيدنا في مواجهة أي شخص يحاول العبث بالأمن المجتمعي ويحاول العبث بتاريخ هذه العشائر الكريمة. أقدر لكم هذا الجمع الكريم وأعدكم في ونيابة عن إخوانكم في مجلس النواب العراقي أن نحمل نفس الرسالة اللي حملتوها طيلة الفترة السابقة، وأقدر عاليا الجهد الذي قدمه أخي وصديقي وشيخنا الفاضل الأستاذ عدنان الجنابي. كان طيلة الفترات السابقة يعمل ويحرص على مبدأ الوحدة الوطنية وعلى تقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي من أقصى إلى أقصى دون التمييز بين شخص وآخر. إخوانكم في مجلس النواب العراقي حريصين على أن يكون هناك دعم لكل المحافظات العراقية من أقصاها إلى أقصاها، لا تمييز بين محافظة وأخرى، ولا تمييز بين لون وآخر، ولا تمييز بين طائفة وأخرى أو قومية وأخرى. فكلنا نواجه مصير واحد وكلنا شعب واحد. وأيضا هناك يعني مجمل من الأمور التي يجب أن يكون هناك دور للمؤسسة التشريعية من خلال تشريع القوانين، من خلال مراقبة التنفيذ، وأيضا من خلال يعني توفير التخصيصات اللازمة لإعادة الإعمار وإعادة الاستقرار لكل مدن العراق بما فيها المدن التي تعرض لها تنظيم داعش الإرهابي مثل مدن شمال بابل التي تتطلب جهد استثنائي منا جميعا على مستوى القرار السياسي النيابي والحكومي سواء كان مركزي أو محلي أيضا في الحكومات المحلية بتوفير الخدمات الضرورية لضمان عودة النازحين. وأكدنا هذا الكلام وهذا كلام إخوانكم في محافظة بابل متمثلة بالسيد المحافظ ومتمثلة برئيس رئيس وأعضاء مجلس المحافظة فضلا عن القادة السياسيين من هذه المحافظة الكريمة، حريصين على إيصال رسالة لكل أبناء الشعب العراقي أنه بابل الحضارة وبابل التاريخ ستكون نبراسا للعراق وتكون يعني شعلة للمرحلة القادمة ولمستقبل العراق من خلال إعادة جميع النازحين وإعادة المصالحة المجتمعية ما بين مواطنيها. نعم، هنالك من أساء لهذه العشيرة الكريمة ومن أساء لمحافظة بابل، أكو قانون يأخذ حقه من أساء، ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى. شيوخ العشائر لهم تقديرهم، نسائنا وأطفالنا ما نرضى يبقون بالمخيمات، يعودون إلى ديارهم معززين مكرمين بين أهلهم وبين ناسهم. الدولة أولى بها وعشائرهم أولى بها، مو المخيمات أولى بهم.
وأيضا الإخوان اللي موجودين في باقي مدن المحافظة أيضا يعودون معززين مكرمين. هذه سياسة الدولة بشكل عام ورأي قادتها السياسيين. المرحلة الماضية طويناها وطوينا صفحتها بكل آلامها وبكل مشاكلها، ولنبتدأ صفحة جديدة عنوانها الوحدة العراقية وعنوانها الوحدة اللي أشوفها في هذا المضيف الكريم. وأتمنى لكم التوفيق، وتحياتي لأخي وصديقي شيخ عدنان، وإن شاء الله الأيام القادمة سنعمل وإياكم سويا لتقديم الأفضل لهذه المحافظة الكريمة. شكرا جزيلا.